قواف كيميكا وكذا راه شكون اول واحد اكتشف هذا الجو تاعي؟ الدراري الصغار قلت محمد هو اللي معروف. نعم فهمتيني؟ نعم وكمل معايا بابا زيد اخو زيد اخويا اللي كتشوف انا اجي اخويا كمل معايا كيما شكون تبان جريدات الحدث 24 قول لنا اخويا كيفاش 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 الدراري واحد شويه في الشهر يعني كيفاش الجريمه لقيتي كيفاش الجو تاعك؟ محمد يا اخويا يوسف هذا الشيء هذا الدراري الصغار ماشي قول لي اخويا خويا هي تيقولوا على انهم كل واحد كمل بابا احمد كمل بابا احمد تيقول لك الدراري الصغار اخوتي جا شي مول الطونوبيل تما دار هواء وحديتو عرفت كيما كنشوف تحت ما يضربوش وحديتو وحديتو جاو قلبه محلول ولا حلوه بشي بشي بان ساكت لان الباب كامل كامل ولا كاين شي وحده تبقاو مسدوده اخويا بابا احمد قول لي واش الامن جاو لهنا التوجيه الامن الشرطه العلميه جات التقنيه جاو الكاتريام والتحيه للسلطه تحيه للسلطه والمخبرين ديالها والناس اللي كيتعاونوا هذا باش تسمى الشيشه ديالها من مور العصر مع مع 4:30 5 هاد الجثه هادي معروف شكون هو مولاها ولا مزال السكينه كلها مخلوعه واللي عنده ولاد راه تيقلبوا عليه واللي ناقصه له بنت ولا قدرات اي شيء يخبر هذا هو اللي كاين اخويا والله يدير الخير والله يبعد عنا ولد الحرام وهادشي كامل اي ما كيجر لك التعويل ولا الاغتصاب وتا ولا الحوانه واش يدفنوها ولا يسميوها في القبور ان الشرطه العلميه اللي تلقى هي باش البنت كانت مدفونه هنا ما كانتش مدفونه يعني يعني جوتها ان اربعه الحساسه ما انت ما تدوخش اربعه الحساسه وشكرا اذا المشاهدين اذا المشاهدين جريده الحلقه 24 مباشره من العاصمه الاسماعيليه في مدينه مكناس كيف ما شفتوا على اللسان ديال اليوتيوبرز بابا احمد كيف ما قال لك على قضيه ديال هاد الطفله اللي في العمر ديالها 5 سنوات حنا مازال ما عرفناش الحيثيات مازال ما عرفنا حتى شي حاجه ما نقدروش نعلمكم ما نقدروش نقول لكم شي حاجه اللي غادي تكون بالنسبه تكون موثوقه في مدينه مكناس حي البرج مولاي عمر جهه المقبره ديال سيدي مسعود الله ياخذ الحق منين سمعتي هذه القضيه هذه باش حسيتي؟ انا خرجت بلا عقلي انا عندي وليداتي ما نبغيش يتعادوا انتوما ولادنا وهذا واخا بيت امينه حتى يصدق مدبور اللهم من هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وليتي كتشوفي الظاهره ديال الجرائم اللي كثرت وليتي كتخافي على ولادك ولاد الناس يا ولدي شوفي راه ولينا نخافوا على راسنا حنا براسنا بعدا حنا ولينا نخافوا على راسنا ولدي اللهم من هذا منكر اللهم من هذا منكر اللهم من هذا منكر لا اله الا الله لا جاك الاخبار خفتهاش لا مشي بالدار شوف هذا يا احمد خلاتي صحاب وليداتك لا كلهم وليداتنا هذو وليداتنا اللي كانت حدا مراه وليداتنا ماشي غير اللي ولدت من كان شي ولدي لا واش يبان لك انت بهذا الشيء هذا؟ كيبان لي الله يحفظك واش يبان لك بغاو يسحروا ولا بغاو يسميوا لا ماشي كيتشوف هذا القرقوبي هذا الهلوسه هذا قله العقل هذا الحشيد هادو الشباب ضايعين بصح ولكن حتى القتل الا ما لعبناش لا وليدي لا الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق امين يا رب امين كيف ما شفتوا 24 مباشره من العاصمه الاسماعيليه هذا الشيء هذا اللي كنشوفوها دابا حاليا ولكن حنا مازال ما عرفناش الحيثيات شنو كاين مازال ما عرفنا حتى شي حاجه سمعتي هاد الاخبار هادي باش تخلعتي وانت عندك نيه صغيره قلت لا حطيهم حطيهم كنسمحوا هذا الاهرامي وكنبدو بهذا الشيء هذا الله ياخذ حق اللي غادي نقول وما عمرو ضرب بحال هكا انت كتشوفو سيديه ما سمعتي الخال خرجتي من دارك اكمل كلمه
الله يخليهم لك تبارك الله. فاش وليتي كتسمع هاد الاخبار هادي بزاف بنياتو وريهم حالات عنده بنياتو ولا خايف حتى هو. الله يخليهم تويميين سميتو غيتاوري تاج اخوتي كما كتشوفوا معانا ولا خايف حتى هو على بنياتو حدي وبنياتكم اخوتي حدي وليداتكم خايف اخويا. اش بالك في هاد الشيء هذا؟ واش السحور واش اغتصاب واش هو باش يسميوها في الروضه؟ اش بالك؟ داله الجديد الله اعلم بها ولا ميرا ما هي ما مشبوداش من القبور ما كاين حتى شي قبور محمص اخويا ولا يجب ان اعطينا العربيين واش هي سيدي اللي كان بالشرف او انه تم يعني الدخول ديال المقبره وجو حطوها هنا كيفاش تعرفوا هو كنستنكروا هذه العمليه الاجراميه كيف ما شفتوا جريدة الحدث 24 مباشرة من العاصمة الإسماعيلية بمدينة مكناس. حنا كيف ما كنقولك نعاودو نقولكم هاد القضية ديال هاد الحيثيات حنا مازال ما عرفناش شنو كاين واش البنات واش 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 واش, واش بزاف د الحوايج. وكنشكروا الرجال الأمن ورجال القوات المساعده واعوان السلطه اللي قايمين بالواجب وشكرا لهم دائما. كيف ما كتشوفوا هنا من مدينه مكناس البرج مولاي عمر مقبره سيدي الشهيد. شوفوا الدراري شي دراري صغار وشوفوا الناس اللي انا نشوفوا الحيثيات التاليه. اسمح لي عطفي الدواء خويا الدواء اغنياء وتيديروا الجريمه والناس ما مبليينش دايرين الجريمه. مباشرة من العاصمة الإسماعيلية في مدينة مكناس ينتهي البث المباشر. هاد الظاهرة اللي سمعتي هي الحيثيات مازال ما عرفناش واش مقتولة واش 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 بزاف. دابا رجال الأمن شنو سمعتي من الناس اللي كيقولوا على اللسان ديالهم؟ تيقول تيقول لك لو مقتولة جابوها مقتولة بغاو يدفنوها. شنو الطفلة اللي كانت في المقبرة وهادشي اللي تيوقع عندنا راه كنستنكرو بزاف. تحياتي للحادثة مع بس سمعتي هاد القضية هادي ديال البنت اللي لقاوها هنايا خويا راه كما شو خوتي جيت اخويا بحال الناس تتلاقى في بنت واقع شي بنت مات توقع لها الله يرحمها وصافي. شنو كتوصل الرسالة لهذوك الناس اللي ولاو كيستعملوا بزاف الجرائم وبزاف ديال كذا؟ شوف شوف اخويا شوف بصراحه شوف شوف هذوك الناس راهم ساقيط الوالدين وربي غياخذ الحق. وشوف المجرم غيبان غيبان غياخذ الجزاء ديالو. وشكرا لكم وشكرا المتتبعين جريدة الحدث 24 الإسماعيلية في مدينة مكناس. كيف ما شفنا بالنسبة للناس اللي كيهضروا على اللسان ديالهم اللي كيقول لك حنا مازال ما عرفناش الحيثيات مازال ما عرفنا حتى شي حاجة. كيف ما كنقولوا لكم حنا في مدينة مكناس الحيثيات ديال البنت بلا كيقول لك هذه مقتولة هذه مازال ما عرفنا حتى شي حاجة نهائيا. ولكن الحمد لله رجال الأمن راه هما اللي قايمين بالواجب. تحياتي لرجال الأمن وليدات الحموشي اللي كتدخلوا في أقرب سرعة في عين المكان مباشرة من العاصمة الإسماعيلية بمدينة مكناس حي البرج مولاي عمر مقبرة سيدي مسعود. كيف ما كتشوفوا الحومة كيف دايرة شكرا لكم متتبعين جريدة الحدث 24
والى هنا ينتهي هذا البث المباشر من مدينه مكناس. الله يدير شي سواد الخير، الله يدير شي سواد الخير. حنا مازال ما عرفنا هذه الحيتيات بالنسبه اللي كيقول لك حنا مازال كنعاودوها القضيه ديال البنت اللي واش مقتوله واش مليوحه تما، مازال ما عرفنا، ولكن غنشوفوا الحيتيات ديال رجال الامن. وشكرا دائما رجال الامن اللي كيسهروا معنا وكيحميونا وبزاف الحوايج وكيتدخلوا في اقرب وقت في اقرب وقت. شكرا لكم وليدات الحموشه، تحياتي تبارك الله عليكم. واش نشوفوا العيال ديالهم؟